سيدات وسادة إلى محافظة سوهاج ونتابع هذا التقرير عن المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري، وهي مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري في مجالات متعددة، في مجالات الصحية والثقافية ومجالات العمل وأيضا في التنمية البشرية، وبناء الإنسان هو من أهداف الدولة المصرية. نتابع تفاصيل هذا التقرير مع الزميل محمد رفعت. نشنت المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج أعمال المبادرة الرئاسية بداية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، وتستهدف الاستثمار في رأس المال البشرية من خلال برامج تعمل على تنمية الإنسان صحيا وبدنيا وثقافيا واجتماعيا. المبادرة تتضمن عدة محاور رئيسية، منها تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي. وتشارك المنطقة الأزهرية بسوهاج من خلال 28 مشروعا تندرج كلها تحت المشروع الرئاسي بداية. الدكتور عمر إبراهيم تمام، مدير التعليم الثانوي بمنطقة سوهاج الأزهرية. نحن اليوم بصدد تدشين وتفعيل المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيد صاحب الفخامة سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، انطلاقا لبناء إنسان يعني بحضاري على المستوى العالمي. وهي لا نقول نحن بداية أو بداية بناء إنسان، بل تجديدا لبناء الإنسان، حيث يعني الرئاسة أو ما تقدمه الرئاسة هو مواكب للشريعة الإسلامية. بصفتنا في الأزهر نقول أن الذي بدأ بناء الإنسان هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أشاد ببناء الإنسان منذ الوهلة الأولى، فأطلق حرية الإنسان وأطلق حرية المعتقدات، أطلق حرية التواصل، أطلق حرية الابتكار، أطلق حرية العطاء، أطلق حرية الانتماء، أطلق حرية حب الأوطان والوقوف خلف الوطن والدفاع عن الوطن، أطلق حرية الدفاع عن العرض وعن المال، أطلق أيضا التكافل الاجتماعي الذي يشمل الأسر الفقيرة واليتامى والأرامل، وحث على ذلك منذ الوهلة الأولى. فما نشاهد يشهده تجديدا للشريعة الإسلامية، تجديدا لما حوته الشريعة بين المجتمعات، حيث إن يعني المبادرة هي تطابق الشريعة الإسلامية. لابد من وجود إنسان حضاري، إنسان نفس تعيش حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم النفس اليهودية، كرم النفس الكافرة، حينما مرت جنازة فوقف لها، فقيل يا رسول الله إنها جنازة امرأة رجل أو غير مسلم، ليس من أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ أوليست نفسا؟ أي أن النفس لها قداسة، لها احترام، لها مقدرات، لابد أن تعيش كريمة، حياة طيبة، حياة يعني بداية بناء إنسان هو تجديد لبناء الإنسان. رجب محمد عطية، وزيري، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعر سوهاج. هذه المبادرة الطيبة، مبادرة بداية التي تهتم بالإنسان. الإنسان هو محور اهتمام الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإنسان هو أفضل المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، لما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان هو سيد الوجود، الإنسان هو محور الكون، الإنسان هو الذي خلق له كل شيء وخلق لعبادة الله تبارك وتعالى. فهذه المبادرة طيبة طبعا للاهتمام بالإنسان، حتى يهتم الإنسان بطاعته وعبادته لله تبارك وتعالى. هيثم خلف مرزوق، مدير التوجيه الفني بمنطقة سوهاج الأزهرية. مما لا شك فيه أن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة مهمة، لأنها بترقى بالإنسان المصري في جميع المستويات، واللي بيتكاتف فيها جميع القطاعات في الدولة. ودي من المبادرات المهمة اللي بتهدف إلى تنمية الإنسان المصري وتوفير فرص عمل للإنسان المصري وللشباب. وده معروف إن الشباب هم معول
والتقدم في مصر، وده اللي بيسعى له دايما وبيدعمه دايما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والأزهر الشريف بيدعم هذه المبادرة وبيشارك في هذه المبادرة من خلال عقد ندوات توعوية والمشاركة الفعالة تنفيذا للتعليمات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإن شاء الله نسأل الله أن نكون عند على قدر المسؤولية ومساعدة وتنفيذ المبادرة على أكمل وجه بإذن الله سبحانه وتعالى. بناء طالب متخلق بأخلاق القرآن الكريم، وبناء معلم متمكن من أحكام التجويد، وبرامج تثقيفية وأخلاقية وصحية واجتماعية وتقنية، جميعها برامج تشارك بها المنطقة الأزهرية خلال المبادرة الرئاسية ضمن توجيهات الأزهر الشريف. محمد رفعت، طيبة.